أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أخو زوجها ومعه امرأته؟ أخي. هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أخي زوجها ومعه امرأته داخل المدينة؟ إذا كان فيه ما تزول به الخلوة من نساء أو رجال أو بالغين ما في، بس جماعة، أو لا جماعة، ما في خلوة. نعم.